خليني أخذ السؤال بشكل آخر. طبعا إحنا في عيد الأم دايما الأولاد أو إحنا بنحاول نقدم شيء، شو رأيك في الأم؟ هل الأم تحتاج أنه هي تقدم شيء في هذا العيد؟ أنا عايزة أأكد قوي على فكرة إن إحنا لازم ندي للأم. مرات كتير في وسط انشغالنا بنعمل غلطة إن إحنا مش بندي الأم، مش بنوفيها حقها من التطويبات، من الإكرام، ودي وصية كتابية: أكرم أباك وأمك. نعم. فلو كان جه وقت ما عملناش كده، I think إن إحنا لازم نفتدي الفرصة ونبتدي نعبر للأمهات من جديد عن حب حقيقي وعن إكرام وامتنان إن ربنا حط الست دي في حياتي. عجبني قوي السؤال العكس، إن السؤال العكسي yes. إنه طب هل الأم في عيدها محتاج تقدم شيء؟ شكرا. لأن الأم مهما كان هي برضو إنسان، نعم، ممكن يعمل دايما الصح وممكن يعمل برضو غلط، فإحنا بنضعف لأن إحنا برضو بشر. فالأم ممكن برضو هي تفكر إن احتمال كبير في عيد الأم هي تبقى محتاجة تقدم هدية، مش بس تستقبل هدايا. ومتهيألي يعني لو سألتني على نوع الهدية، شو نوع الهدية اللي الأم لازم تقدمها؟ يتهيألي يمكن من خبرتي المحدودة ومن دراستي ومن رؤيتي لتجارب ناس كتيرة حواليا، في أمهات يحتاجوا النهاردة يقدموا اعتذار. اعتذار من جوه القلب، من جوه 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 القلب. يعني إيه من جوه القلب؟ يعني حقيقي مش مصطنع. اعتذار على شو؟ احتمال تكون عملت غلطة مع ولادها، يمكن ما وصلتش محبة بطريقة كافية، يمكن قصرت في واجباتها، يمكن معرفتش تتفاهم بلغة حب معينة. هي عندها لغة حب، في لغات كتيرة للحب، هي اتكلمت بلغة وولادها ما فهموش اللغة دي، فما وصل لهمش هذا الحب الكامل أو الغير مشروط أو صورة للحب الكامل. فيمكن النهاردة فرصة إن هي تعتذر وتقول إن أنا بشر وأنا عملت غلطة ومن كل قلبي بعتذر النهاردة. قد يكون فيربل بالشفوي، قد يكون كتابة، قد يكون على نفس الكارت اللي انتي جالك تكتبي على وراه: وانا بفتكر اليوم كذا وبفتكر انك انتي متضايقة من كذا او انت متضايق من كذا، وباخد الموضوع سو سيريسلي وبعتذر عنده. قد تكون الهدية ان انا هصلي النهاردة صلاة كأم، اصلي لأولادي صلاة مميزة مليانة تحديات للشفاء النفسي بتاع الولاد. يمكن على مر السنين الغلطة بتاعتي أثرت فيهم، يمكن هم نفسهم ما بقوش أناس بالغين مليانين حب يعرفوا يدوا لعيالهم. فما فيش مشكلة، احنا دايما نقدر نتغير.